تحت عنوان خطة لإمداد أوكرانيا بمزيد من الذخائر، اجتمع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم. الدول الأوروبية تعمل مجتمعة على ثلاث جبهات: زيادة صناعاتها الدفاعية ورفع ميزانياتها العسكرية ومد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة. فحوى الاجتماع أعلنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. في نهاية هذا العام نتوقع تدريب 30,000 جندي أوكراني، وهذا رقم مرض بالنسبة لنا. على أوكرانيا أن تفوز بهذه الحرب، وهي بحاجة إلى أن ندعمها عسكريا عبر الذخائر والمدفعيات، لذلك يجب أن نعمل بشكل منسق لتلبية هذه الاحتياجات. هدف الاجتماع كان للتأكيد على ضرورة تعزيز صناعاتنا العسكرية على مستوى الاتحاد تلبية لحاجات أوكرانيا، وسنبقي الباب أمام السلام في أوكرانيا مفتوحاً. بوريل اقترح خلال اجتماع ستوكهولم تخصيص 1 مليار يورو لتسليح أوكرانيا، كما شدد على ضرورة زيادة الصناعات الدفاعية الأوروبية، ليس فقط بهدف دعم أوكرانيا بل بهدف الحفاظ على مخزون أوروبا العسكري المهدد بالنفاد. نتائج اللقاء الدفاعي بقيت في مصاف التوصيات والاقتراحات، مع إمكانية تحولها إلى قرارات في اجتماع مقبل لقادة الاتحاد الأوروبي.